بمناسبة مرور 10 سنوات على انبعاث قناة الآلي، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق في السنوات المقبلة، وشكر خاص على التغطية الإعلامية الكبيرة والإضافة التي قدمتوها في المشهد الإعلامي المصري والعربي، وخاصة في تقريب الجماهير الأهلوية العريقة اللي موجودة في كل أنحاء العالم من نادية.